خير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هفتح معاكم اللايت روم وهنبدا اديت سريع لصوره من الصور اللي انا صورتها قبل كده. كل اللي انا هعمله بعد ما بدوس على اللايت روم بلاقي عندي علامه صوره تحت وجنبيها علامه بلس، بدوس عليها ومن خلالها بجيب البيفور وافتر فولدر اللي عندي، وهجيب صوره مودي بورتري كده انا كنت مصوره من فتره وحابب ان انا اعملها اديت معاكم النهارده، وليكن الصورة دي هعمل لها اد. وانس ان انا عملت لها اد بيقول لي انها successfully added، فبدوس على all photos ومن خلالها بنزل عندي تحت بلاقي الصورة اللي انا عايز اعمل لها edit. خلينا بقى نبدأ بإديتس بسيطة خالص من خلال البار اللي عندي تحت، بلاقي علامة لايت اللي هي عليها علامة اللمبة، وبدوس على اكسبوجر، بفتح الاكسبوجر شوية. بس انا عندي هنا الهايلايتس عالية قوي اللي في الجاكيت، فبالتالي بقللها من خلال ان انا بقلل الهايلايتس وارفع شادوز حاجة بسيطة واقلل البلاكس وازود الكونتراست شوية. بعد كده بروح على حاجة اسمها وايت بالانس، من خلال الوايت بالانس انا حابب ان الصورة دي يا اما تبقى على اصفر اللي هي ناحية الورم، يا اما تبقى على ازرق ناحية الازرقات، سوري تبقى على كول اللي هي ناحية الأزرقات. بعد ما ظبطت انها هتبقى على كول اكتر، هظبط برضو عندي الوان تانية اللي هي في تنت، يا اما اخليها على بيربل اكتر يا اما اخليها على جريني اكتر. انا خليتها على جريني اكتر، وبعد كده هزود الفايبرنس حاجة بسيطة، والساتوريشن ممكن اقللها حاجة بسيطة. بعد كده هخش على النكست. النكست ستيب عندي هتكون السلكتيف اللي هي عليها سيركل دي، هدوس عليها ومن خلالها اجيب اول حاجة عندي اللي هي البراش تول وانقي منها البراش اللي انا عايزها. كل اللي انا هعمله ان انا هسلكت كده حوالين الموديل واخلي السراوندنج اللي حواليها كلها سلكتد من البراش تول بتاعتي، ومهم قوي تبقى ايدينا ماشية على اطراف الحتت اللي برا عشان ما نخشش على لبس الموديل او الحاجة اللي احنا عايزينها. طالما انا حابب ده، لو في حاجة دخلت طبعا زي اللي في الايس كاب دي بدوس على علامة الرابر او الاستيكة وبمسح بصباعي كده على الجزء اللي دخل بالبراش تول بالغلط. بعد كده بدوس على علامة اللايت اللي هي اللي عندي تحت، ومن خلالها ابدا بقى اترانسفورم الباك جراوند اللي عندي ورا دي اللي هي ممكن تكون مشتتاني شويه عن المين ايتم بتاعي او المين تارج بتاعي في الصوره وهي الموديل. كل اللي انا هعمله ان انا قللت الاكسبوجر، زودت الكونتراست، قللت الهايلايتس، الشادوز ممكن نخليها كده نزود حاجه بسيطه، ومن خلالها بعد كده ممكن ندي درجه لون ورا مختلفه، او لو حابب مثلا انا اخليه على ازرق ازرقات اكتر او على اصفر اكتر، فانا شايف انها تكون على اصفر اكتر اكون مبسوط بالصورة اكتر. بعد كده لو حابب انا احط لون معين في دماغي وليكن مثلا لون ريليتد باللون اللي ورا في اللايتس اللي موجودة ورا في الباك جراوند دي، كل اللي انا هعمله عند الهيو هنا هأسلكت اللون أورنج شوية وليكن كده، وبعدها أزود ممكن الساتوريشن حاجة أو أقللها حاجة بسيطة. بعد ما خلصت الإيديتس بتاعت البراش تول اللي عندي هدوس على علامة صح. بس قبل ما أدوس على علامة صح، في العلامة اللي جنبيها اللي فيها زي علامة الميرور دي هدوس عليها أشوف البيفور والافتر بتاعي من خلال انا بتك بس عليها تكه بسيطه. بعد كده بدوس صح. بعد ما خلصت الايديتس بتاعتي دي هروح على هرجع تاني للبيزك ايديتس بتاعتي وابدا اقلل شويه للاكسبوجر وازود الشادوز شويه عشان بس ابالانس شويه ما بين المين التارج بتاعي اللي هي الموديل والباك جراوند اللي ورا.
وانا شايف ان احنا محتاجين نزود هنا كمان الـ exposure حاجة بسيطة. وبعد كده next step ان انا هدوس على effects ومن خلالها هجيب فينيتنج. لو تلاحظوا هنا على اطراف الصورة يا اما بتبقى على whites اكتر يا اما على blacks، انا حابب انها تكون على blacks اكتر، ومن خلالها اشوف هي تأثر على الميد بوينت. لو انتوا شايفين الفرق قللها حاجة بسيطة. بعد كده الفيذر، كل انا بعمله بشوف هي قد ايه بتأثر على الموديل وعلى السراوندنج اللي حواليها، وبشوف الاريح لعيني وبسيبها عليه. وبكده ابقى خلصت معاكم الايديتس بتاعت الصورة دي. كل انا هعمله طبعا بعد ما خلصت الصورة ان انا ادوس على علامة الشير اللي فوق وادوس عليها سيف تو ديفايس، ويبقى كده نزلت عندي الصورة في فايل اسمه ادوبي لايت روم عندي في الجاليري. شكرا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهاردة من الفيديو ده، ولو احتجتوا اي حاجة تانية ياريت تسألوني فيها، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. شكرا، باي باي.